اللي انا قابلتك فيها بقى، اللي احنا بقى اشتغلنا بقى ساعتها شويه حلوين. بص يا ابراهيم، الراجل ده كان مأجر هانجر واستوديو ومتفرغ، وبيقابل اقول لك ايه 10 15 بني ادم كل يوم يسجل معاهم حاجات. شخصيات انا معرفش اهلاويه كلهم، شخصيات اهلاويه. وكان في دماغه بروجكت او تصور لحاجة معينة، والله تكاد تكون تلخيص لتاريخ النادي الأهلي. موجود الحمد لله، أنا شايل كل ده، شايله موجود حقيقي، ما نزلش منه حاجة وقت الانتخابات، نزلنا أجزاء صغيرة جدا جدا، لكن أنا شايله كأرشيف إن شاء الله. وأنا مبسوط إنك ما عملتش كده، لأنه كنا هنسطح الفكرة إن دي فكرة عشان تبقى دعاية انتخابية. لا، الأحلى منها طبعا إنها توثيق من ناس كتير جدا لتجاربهم في مواقف معينه. مظبوط مظبوط. فانا يعني برضو رحت له كذا مره وسجلت معاه، وكنت بشوف الناس اللي داخله خارجه، وابتديت القط بقى السمات اللي كنت بحكي لك عليها. وانت اعتقد انك وانت قاعد دلوقتي شفت حاجه. انا يعني اولا سعيد جدا، فخور بجد، يعني فخور والله. فخور اولا مش بس بنجاحاتك، نجاحاتك ما شاء الله عليها، لانه جايه من دماغ مش طبيعيه. بس سعيد ان كمان في ناس قادره تستقبل ناس وتحتضن افكار جريئه، لان انت لو ما كنتش لقيت الحضانه طبعاً المتميزه قوي ديت طبعاً، والناس تؤمن بافكارك والناس تبدا تصدق حلمك ده، ما كانش ابدا احنا قدام هشام جمال النموذج اللي انا متاكد دلوقتي كل شاب بيحلم انه ينجح، كل شاب عنده فكره، عنده رغبه، عنده طموح، لازم هيتفرج على هشام جمال. بس خلي بالك يا استاذ ابراهيم ان الراجل ده مؤكد انه بيوصل رسالته بسهوله جدا لاي شخص مهما كان حجمه. طبعا طبعا، ده قاعد مع الدكتور مجدي يعقوب بيشرح صحيح له صحيح الفكره اللي هيعملها له، والراجل مهتم جدا ومقتنع جدا. ليه؟ لانك قاعد قدام واحد مصدق حلمه. أيوة. هو مش قاعد بيقول لك والله بس اديني الفرصه، والله بس يا جماعه على فكره مش هتندموا وبكره تشوفوا. لا لا، هي لو في نصيحه اقدر فعلا اقولها انا للشباب او البنات، يعني اللي في اللي بيبداوا، قد تكون احد كلمات السر فعلا في اللي حضرتك بتقوله، في ان انا دايما بيتقال لي انه ناس مهمه، باشمهندس عبد القيعي، استاذ اسعاد يونس، كابتن محمود الخطيب، ودكتور مجدي يعقوب، وناس تانية الحمد لله. هو موضوع فيه جزء مهم قوي قوي قوي، انا ما بطلعش من بقي كلمه مش قدها او مش هقدر عليها. ايوه، دي ابسط حاجه، مهما كانت حاجه اللي قدامك. لو كانت الموضوع اللي قدامك ده مغري جدا 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 وانت عايزه جدا جدا جدا، بتقول لو اللي انت هتقدره. مش قادر. دي أيوة النصيحه بقى، لو انت مش قادر او مش واثق انك هتعرف تعمل كده، اقعد كده. وقبل ما انا ابويا كان دايما يقول لي ايه، كان عندنا عقاب في البيت كده معين مشهور، يعني ده ابويا ليه فضل في الحته دي بالذات، انه رد فلاقيه رياكشن عنيف جدا جدا على جمله اقولها، يقول لي انت فكرت في اللي انت قلته؟ ايوه، عيد اللي انت قلته في دماغك. في دماغك مش هتقوله، وشوف هتقوله تاني ولا لا. فبقيت عندي ايه قبل ما اتكلم دايما ايه، اقول انا هو انا اللي هقوله دلوقتي ده ينفع ولا غلط ولا صح ولا ايه. بتفكر قبل ما تتكلم، ده كمل كبر بقى معايا خلاص. هربط لك الجمله دي.